السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته خوت، نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. جبرتونا في سوق الفلوجه للطيور، نصور لكم شي فيديو تشوفوا الطويرات اللي كاين، زائد الاثمنه. الاثمنه اللهم بارك، يعني اثمنه مناسبه. الناس اللي باغا تولع يعني مرحبا بها في سوق الفلوجه. تحياتي للاخوان يعني اللي كيجيو من مدن اخرى، يعني بحال قصر كبير كاينه معنا الاخ عاوتاني من جهه العرائش اللهم بارك. يعني السوق رغم يعني الضيق ديالو صراحه، يعني كاينه شويه الضغوطات والضيق ما بين الاخوان دراري الحمام مع دراري الطيور، لكن السوق راه كاين، الولاعة كاين، الطويرات اللهم بارك موجودين. وتحيا اي واحد يعني كيعمر السوق، كيجيب الطويرات ديالو وكيجلس يعني يتولع، باع هو هذاك ما باعش، راه كلشي الارزاق بيد الله الخوت. وتحياتي انا صراحه يعني شريت شي طويرات اللهم بارك، وغادي تشوفوهم معنا. تحياتي، خليكم في الفيديو الخوت مع الاخ عمر من القصر الكبير. تحياتي الناس القصر الكبير، البليداره طلعت لنا عند عمر، رانا اليدين من القصر الكبير الخوت. اللهم بارك، بياسات عند الاخ عمر هنايا، تباعوا هادو كيك اخي عمر. الله، هذاك بانت لي عنده الشرافه ياك، شحال وصل هذاك؟ 300. اللهم بارك الخوت، ما شاء الله 300. هذا خي عمر 200 درهم باش تباع، وباقي له هذا الدحيح. هذا جا واحد الصديق دا من عنده واحد عاوتاني، راه داه هذاك داه، هادو مبيوعين وباقي ما جي موالينهم موراهو. واللي بغا شي مقين راه عمر باقي له الخير. قلنا النمره ديالك اخي عمر، 06 67 67 33 37 37 34 14. مدينه القصر الكبير، القصر الكبير. وتحياتي الناس القصر الكبير، وتحيه الناس الشامل كاملين، مرحبا بكم في سوق الفلوجه بطنجه. تحياتي، انا الخوت هنايا مع الاخ عبد اللطيف، نصور لكم بياسات اللي عند الله وما بارك. بياسات ما شاء الله، اخوان واحد جوج شريرات راه يعمل قناه الخوت قريبا، القناه ديالو عتكون 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 في الوجود ان شاء الله. غيبقى ينزل فيه عاوتاني مواضيع السوق، راه الراس عامر اللهم بارك. جوج شريرات اثمنه كما كان وعدكم ديالو، اثمنه جد جد مناسبه. المهم اخوان هذو كيبقاو 300 درهم كورونا انت اللهم بارك. هذا شحال كيبقى الثمن ديالو؟ كنقول فيه الثمن الاخراني 500 درهم. جاكو بهذا 500 درهم. هاد البياسه اللهم بارك، هادي نتوا فيها 400 درهم. 400 درهم اللهم بارك. وهاد البياسه سميتها فريزي مونطو، بقى غير الذكر، كنقول فيه 250 درهم. 250 البياسه سليمان، هذاك النانته ديال الكرانادينيو. هذاك هذاك الذكر واقيلا ديك الحاله، هذاك النانته تاع الخيريسي، وهذه النانته الكرانادينيو. الثمن ديالو النانته الكرانادينيو 700 درهم، هذاك النانته الخيريسي 200 درهم. كاين هادو دماساجي، جوج دماساجي، كارو نانته. هذيك الاثمنه ديالها 300 درهم. 300 درهم. هذه النسوه دماساجي. هذا فيه هذاك الكيور، هذاك الكيور. الله، كاين واحد جوج د كرون طايب، فرقو بيض كرون طايب. تبارك الله، شحال عاملين هادو؟ هادو كنقول فيهم 400 درهم. 400 درهم. المهم الخوت عبد اللطيف معنا، وياسين الشيور تاهو معنا حاضر ناظر اللهم بارك. المهم عبد اللطيف هانا، قلنا خاي كاين عندنا كالر تبارك الله ما شاء الله، 170 درهم. الدراري هذا اللي عايشين عنده يطيح 150 درهم يده. تبارك الله تبارك الله. بياس شو ما شاء الله لا ننسى. تبارك الله. شو زين شو الكولور؟ حواس لك يا ياسين. 160 درهم. ياسين بيا عشر يا خي. تاريخة تبارك الله ما شاء الله. 200 درهم. باطل باطل. فيروش. فيروش. 30 درهم هذوك فروخ. 30 درهم. 30 درهم فروخ. 30 درهم. كانر كانر اللي فات فوزادو عزلو صخير 160 درهم. زيد 160 درهم. الزيفرات الزيفرات 50 درهم. 50 درهم الزيفرات. كاين هاد القفز هذا كبير الخوت، زول هذاك اخي ياسين. كاين هاد القفز هذاك راه هو 250 درهم، هذاك اللي بغاه شي واحد راه فيه شي مترو شي حاجه في العلو ديالو. مترو مترو 20 في العلو. قفز كبير تبارك الله هذاك اللي هو. وهنايا الطيور عاوتاني شحال وصلنا هاد البادجيات هادو؟ 60 درهم. 60 درهم. ناقص هنايا بياس. يا لا اثمنة عندنا في السوق جد مناسبة الخا. اللهم بارك. 60 درهم بياس وصافي. الله
كالوب سيتا خايا سين شحال اخاي عبدو شحال واصلين؟ هادوك 220 درهم الواحد. 220 درهم الواحد هادو ولا بغا شي واحد شي حاجه. اللهم بارك خوص بياسات ما شاء الله. فيز هذا وقال لك يبقى شي 130 درهم. 130 درهم. انا الاخ عبد اللطيف راه عندهم محل في مغوغه الخوت قريبا يعمل واحد القناه. ان شاء الله باش لان القناه عدلات دابا نبقاو نزلوا فيها حنا بياس ومسائل. اللهم بارك. هنا يا سليع. اللهم بارك. انا حميم مزياتين هذا شحال من سنه؟ نصوتكر كيبقى 900 درهم، قرب وحسيتو كيبقى 35 درهم. 35 درهم؟ فواياجور شحال عملوا مياسي؟ الطريقه 70 درهم، لانت 30 درهم، الذكر هذا 90 درهم. 90 درهم. النمره الاخ ياسين قلت لي بغا هاد الحميمات هادو 06 06 91 91 28 28 85 85 55 55 صحيا الدينارين. الله يحفظك. الحمد لله الدراري كتجيبها كيتصلوا بينا على حسابك. الله يحفظك. انا قلت مع الاخ عبد العالي كازاوي اللهم بارك دائما في اصحابه الزبرة بيروش كيجيب طفارس اللهم بارك كانار وين ياس اللهم بارك كذلك الاخفص كرونطي هذيك شحال عامله الثمن هذيك حاجه؟ عامله 150 درهم. 150 درهم تحيات بياس هنايا 50 درهم. هادو 50 درهم الخوت الواجد هنايا انتم كما كتشوفوا بياس هنايا واللي بغى بالجمله راه عنده يعني يبيع لك بالجمله الثمن شحال كيبقاو بالجمله خاي 45 درهم فوق 10 بياسات 45 درهم الزبره شحال وصلنا خاي 40 درهم 40 درهم الخوت هنايا جمله 35 درهم اللهم بارك بياسات لوينات مختلفين بياس اللهم بارك هادو تا هما نفس الثمن دابا نفس الثمن 50 جمله 50 هادو نفس الثمن اللي شفنا قبيله الخوت اللهم بارك هنايا هادو شحال اخي عزاز؟ هادو 70 درهم. الاينو هادو الخوت 70 درهم قال لك المهم 65 درهم اللي بغى يجمع كلشي عاوتاني المهم اثمنه جد مناسبه اللهم بارك. وبياس هادو كاملين واجدين كما كتشوف اللهم بارك. كلشي واجد هنايا الخوت اللهم بارك. كنار باب شحال هادو؟ 120 درهم 130 درهم 120 درهم الخوت. ديك بياسه صورتهم لكم في اللايف بوي تباعوا اللهم بارك. مع الدراري هنايا عاوتاني حاضرين الله يحفظك الخير هذا مخريب كاع خوت هذا الطرفاني الله بياسات ديالو هنايا وراه كيربي الطفارات ديال الزبرة عنده شي بياسة سمير اللهم بارك عنده واحد كوبلة هنايا ديال الكانال 500 درهم شحال قلتي لي هذه 500 ياك هذه 500 درهم اللهم بارك واجدين واجدين هادو 500 انا الخوت نصور لكم دائما يعني اللي كاين في السوق بالنسبه دابا نصور لكم عند با ايوب بياس ديالو اللهم بارك عندهم محل في الدخله الدقاقين يعني الدخله الدقاقين جهاد فاين الرويده في الرويده الخوت المهم بياس اللهم بارك كانار زيبرا بيروش الخير كامل موجود الاقفص ديال السيباراس كما كتشوفوا كانار اللهم بارك البياضات المهم كنحاولوا نصور لكم اي حاجه كاينه في السوق اللهم بارك هنايا فيزا سمعها الناس راه كتجي تولع في السوق اللهم بارك والاثمنه راه نتوما عارفين جد مناسب انا نخلي لكم النمره ديالو الخوت قلنا النمره الله يحفظك 0601 09 39 34 40 الخوت تحياتي انا الخوت هنايا مع السلي عاد الاخ زهير راه غادي يعمل محل جديد ان شاء الله يا ربي الافتتاح ديالو يكون قريبا في الاخر شهر على ما قليل كتاب ان شاء الله المهم ديك الساعه غادي نصوروا عنده شي فيديو ان شاء الله يا ربي الله ما راه الاخ زهير دائما حاضر ناظر قرب قلنا المنتوجات هذوك راه هما راه عنده هنايا هادو ديال القميله هذا راه موجود الافنتيه عنده تسمى البكتيريا النافعه وفيتامين الغني عن التعريف والاخ زهير قلنا النمره ديالو النمره ديال 66 40 92 صفر مرحبا بالجميع وتحيه لمحمد فوقاش تفتح افتتاحها تقريبا ان شاء الله في الاخر ديال الشهر ان شاء الله الاخر الشهر ان شاء الله يا رب تحيات انا خص بياسات هنايا اللهم بارك سبانجل اللهم بارك بياسات ما شاء الله
كذلك هنا كاين كاماتشو الكوتس الاخ ابراهيم دائما حاضر ناظر هادو شحال ابراهيم هادو هادو ثلاثه دلانتا الخوت 180 درهم هادو شي حاجه ديال الدار الخوت كاملين واجدين هادو اللهم بارك وهاد بيروش هادو شحال واصلين هادو 150 درهم سبحان الله اه سبانجل شتو سبحان الله ما بارك وهاد بياس هادي ابراهيم سبحان الله ما بارك هاد بياس هادي اغات كتبان اغات اللهم بارك كذلك هنا يا سيدي بياس هادو ابراهيم شحال واصلين ها ها 70 درهم 130 درهم 70 درهم الخوت وصوروا لك خلي لكم النمره ديالو والخوت سبحان الله ما بارك الزبره هنا ما شاء الله كان كذلك سبحان الله كان كان ياسين هادو شحال وصلنا خاوة 45 درهم الخوت هنا 250 هنا 200 250 60 درهم المهم بياس موجود بياس كاين شي بياس زوينين درين بوا الخوت هاد بياس سنيب كانر اللي عندك 250 درهم موزايك سما كنشوف عندك موزايك هاد بياس هادي ياسي 250 هاد بياس هادي انا الخوت مع الاخ محمد سعيد با محمد سوا حضر معنا حنا القطنا معنا هنايا عاوتاني اللهم بارك نصور لكم هنايا بياس قلنا محمد سعيد 300 درهم هذا الكار عنده عامين اه والله الكانر الكانر 170 درهم 170 درهم حط كار بحال نسوى حط كار بحال نسوى الخوت هنايا بياس اللهم بارك وات قفيزات هادو الخاو؟ قفيزات 50 درهم فوندار 25 درهم 25 درهم وات قفيزة ديال الباقة سمرة معروفين راه 70 درهم هذا قفيزات هادو اللهم بارك كيعدهم واحد السيد الطقاسم اللهم بارك سبحان الله اللهم بارك ومريح معنا الطقاسم هو اللي بغيت يشوف معاه سبحان الله ما بارك اللي بغى اي شكيل دق فيز اللهم بارك راه كيعدي محمد سعيد خلي لنا النمرة ديالك 0949 42 43 67 تحيات نصور لكم عند الاخ جمال هذا الخاوه ديالو فين هو الله يحفظك انا قياس اللهم بارك الاخ جمال راه عنده محل بحال متحدد الخوص سبحان الله ما بارك قياسات المهم السليعه كلشي موجود بياضه ارنا ديك بياضه نصوروها البيروش اللي بغى البياضة تاع الخوت هاي فين هي 60 درهم ياك انا الله ما مجرد بلاستيك الخوت 60 درهم واللوح غليط فهمت الله تغلط انا الله شي حاجة ناضية انا الله ما بارك جامل ما جاش وخلينا النمرة ديالك قول النمرة ديالك انا الخوت 07 77 72 76 13 تحياتي انا الخوت هنا بياس الاخ اسامه ما حضر شي صباح ناعس المهم بياس اللهم بارك هنايا انا اللهم بارك البضاعه انا الصديق ديالنا ديما حاضر الثمن ديالو هذا شحال؟ بيضه 50 درهم اه وكحول ب 40 درهم كاينه 50 درهم وكاينه 40 درهم على حساب اللوان اللهم بارك وهاد الزويجه شحال عامين 200 درهم الزويجه وهاديك بياضه راه هي 40 درهم هذيك حق الوجوهه والطار ديال البلاستيك كتزاف يا خدامه فيه خدامه فيه يلاه تخشى فيها ديال الخوص كتحل هي 40 درهم هذيك كتجي فيها انا اللهم بارك هنا كنار 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 شحال واصلين 200 درهم عمي هنا كاين العادي انا اللهم بارك
ها الله ما بارك وزيد في ذلك. بيروش هذا العادي شحال واصلين هذا؟ 70 درهم. سبحان الله وما بارك الفوز. واحد الذكر الاحمر وان ما شاء الله اللهم بارك. شحال قلت لي كيبقى هذا مروان؟ 35. هذا 350 درهم الفوز اللهم بارك. انا ما شاء الله هذا اللهم بارك عاود ما شاء الله صغار الرحمن كاع ما كيشوف الا انت. اللهم بارك. هذا مروان 400. هذا 400 درهم القص ما شاء الله. اللهم بارك. كاينه القياسه هذه عاوتاني هنا. اللهم بارك. هذا مروان هذا 400 الخوت القص. اللهم بارك ما شاء الله. قياسه صنيعه تخيلينسي. اللهم بارك. هذه شحال مروان؟ 25 هذا القص. اللهم بارك. 25 كاين هادو فواياجور 60 درهم كوبل. هادو الخوص هنا 60 درهم خيرين سي 250 درهم. انا نخلي لكم النمره ديالو في فيديو الخوص. راه عندهم محل الجهه ديال الزوديه مبروكه في جهاد مبروكه عنده محل. الاخ مروان قلنا النمره ديالك تبقى النمره ديالك. الدراري محمد راه عنده قناه حتى هو الخوت. شحال من نزل فيها شي حاجه عامل فيها مروان بالوميرو. مروان بالوميرو دخلوا عنده الخوت. انا تحياتي.